فأنت لما تجلس هذه المجالس وتعيش هذه الأجواء وتصاحب هذه الوجوه الطيبة ها تكون معروف عند الملائكة، ولما تكون معروف عند الملائكة تبقى معك الملائكة في الدنيا حتى آخر لحظة من لحظات حياتك في ساعة الموت وساعة الاحتضار وساعة السكرات. إن الذين تتنزل الملائكة هنا لأربع أمور. الأمر الأول للتثبيت، يثبتون على الإيمان حتى ما يرتد. الأمر الثاني تبشير، يبشرونه برحمة الله والجنة. الأمر الثالث يحفظونه من الشيطان حتى لا يتخبطه عند الموت. الأمر الرابع للوداع، مثل ما عاشوا معه في الدنيا في الصلوات والطاعات الآن يودعونه، يودعون روح مؤمنة. لكن هذا الوداع نهائي، لا، هنا وداع عند الموت، ويوم القيامة في استقبال، استقبال بحفاوة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياء مجالس الذكر، كنا معكم في المساجد، كنا معكم في الزيارات في الحياة الدنيا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. متى في الآخرة؟ يوم القيامة، الله يرحمنا وإياكم رحمته. يوم خوف، يوم فزع، يوم ها يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم فزع، يوم خوف. تخيل الفاجر إذا حكم عليه بالعذاب خلاص يبدأ بس يبيع الدنيا ومن فيها، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، ولو كان من ذهب زيادة على هذا يعرض، خذوا عيالي فكوني، قالوا لا، طيب خذوا زوجتي صح غالي علي لكن خذوها وفكوا راسي، قالوا لا، طيب خذوا أمي، خذوا أبوي، أبغى النجاة، لا لا ما نقبل، طيب خذوا الآدميين كلهم جميعا، من قيل هذا آدمي خذوه، خذوا الأرض ومن فيها. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا ما نبي إلا راسك وحلقك، الله يجعلنا وإياكم من الأشقياء. إذن إخواني وأحبابي، هذا اليوم العصيب ليس كل الناس في خوف وفزع، لا، في ناس آمنون، في ناس في أمان، الله يجعلنا وإياكم منهم. لا يحزنهم الفزع الأكبر، هؤلاء المؤمنون، وتتلقاهم الملائكة، شوف هؤلاء الملائكة اللي ودعوا عند الموت الآن جو، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وينتهي الأمر، لا، يمشون مع المؤمن في عرصات وشدائد القيامة، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. المؤمن معه وفود أمامه وخلفه ويمينه وشماله وفوقه. وينتهي الأمر، لا، بل حتى لو دخل المؤمن الجنة، أسأل الله يجعلنا وإياكم والدينا منهم، تدخل معك الملائكة. ليش؟ قال للختمة، والله قمة الخجل، قمة الخجل. ملائكة عاشوا الدنيا كلها طاعة وتسبيح وتمجيد وتعظيم للرب جل جلاله، ثم تأتي أن تعيش هذا العمر القصير في طاعة الله وتثبت على ذلك وتموت عليه، ثم تدخل الجنة فتأتي هؤلاء الملائكة لخدمتك. والملائكة
إذا حبيبي المطلوب بس شيء واحد، تبي الجنة، تبي رحمة الله، تبي النجاة من النار، بس شيء واحد، صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى مصائب الحياة حتى ترجع لوين؟ ترجع دارك الحقيقية مع من؟ مع أبوك. تثبت على الدين، تستغفر ذنبك، ترجع لربك، تنقل مع أبوك آدم، تخربه مع الله، تروح مع الشيطان.